قلة الذوق دي، الواد ده قاعد كده وما شدش الكرسي لصاحبته ولا لخطيبته. احنا اول مره نجرب الاكل الهندي. لا لا ما تلاقوش يا جماعه، دي ساره كانت اداب هندي، يلا تطلب لنا. سامعه مش كنت دخلتي اداب هندي؟ كان زمانك نفعتينا. لا اتفضل اطلب انت بقى. نورتونا يا فندم، تحبوا تطلبوا ايه؟ نطلب اكل هندي ولا نطلب ايه يعني؟ كيلو كفته كل ربع لوحده. قصدك لام بكفته اكيد. فاهمني انت؟ انا عايز كيلو لوحده. هو بيهز راسه كده ليه؟ ده بانه هندي. مواليد مومباي عند فيلين قصر النيل. تلاقي الفيل الهندي وهو ماشي راسه تقعد تتهز كده، وتلاقي الزلومه بتاعته حتفه شمال. احسن ناس والله، اربعه رز بقى مع الكفته. فهمتك، تقصد برياني يا فندم. اه هو ده، ولا ايه رايك يا ساره؟ براحتك. تحبوا تحلوا بحاجه معينه بعد الاكل؟ ايس كريم طبعا، ساره على طول بتحكي لي عنه. نمستي. نمستي. يبقى اربعه نمستي بقى. ليك في الهندي او مالكش؟ اطلب مهراجه وما تقلقش، من الهند بس فاهمينك.